السلام عليكم حبيبتي مشتركات الحالتي، ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنساوش حبيبتي تدعو الغزة، ان شاء الله ربي ينصرهم. هذه هي، نبداو في طريقة تفصيل هذا التريكو. واش نحتاجو؟ نحتاجو نصف متر من قماش هذا لاكوت، قماش لاكوت تجي إلاستيك ما راكم تشوفوا، نحتاجو نصف متر. المقاس هنايا يلبس من يعني 6-7، 5 اللي كانت شوية جايبة روحة تقدر تلبس هذا المقاس. المهم 6-7 تلبس هذا المقاس. درنا هنا طويناه على 4، درنا فيه 22 سنتيمتر. هنا قصنا على حساب الكتف، الكتف عندنا 8 سنتيمتر، زدنا لها 8 سنتيمتر لأنه الكتف هنا جينا طايح، يعني طايح ما جيناش الكم، جينا شوية طويل. المهم درنا 6 سنتيمتر رقبة، درنا 8 في الكتف وزدنا 8 كيما هي، بعدها بطنا ب 4 سنتيم، درنا هذا الخط المائل تاع الكتف. هنا لي مونش قلت لكم يجو يعني من يعني من من نوفية. نهبطو ب 2 سنتيمتر تاع الرقبة، عمق الرقبة من الخلف. هنا نديرو 16 سنتيمتر، تحبي تزيدي تعرضي كثر ديري 18 سنتيمتر، احسن ديري 18 احسن من 16، عندي 16 لكن جاني شوية صغير، ديرو 18 احسن. وهنا دخلنا ب 3 سنتيمتر وحنا بخط هكا مائل كما راكم تشوفوا. الطول درنا 45 سنتيمتر، الطول اختياري لكن المقاس هذا تاع 6 يعني 6-7 درت هذا المقاس. ولي تحب تزيد طول زيد القماش تشري 75 سنتيمتر، يعني مش حد كيطول مش حد كفيها كفياش القماش. وهنا نقصو بهذا الشكل، يعني طريقة التفصيل نفصلنا الخلف والأمام مع بعض. من بعد عندنا يعني بعد ما نقطعو كامل هذا الخلف والأمام، عندنا طريقة نخدمو بها الجهة الأمامية، تفصيل خاص بالجهة الأمامية. هذه هنا نفتحو الجهة الأمامية ونديرو عمق الرقبة 8 سنتيمتر، نديرو هذاك الدوران تاع الرقبة العادي، نرسمو بهذا الشكل ونقطعو الرقبة. هنا حبيت ندلها يعني هذيك القب كلمونا هذيك، لكن القماش ما يقدنيش، جبت هذاك الكوردو هذاك يعني كنت حابه نديلكم نديرها كلمونا لكن ما كفانيش، اكتفيت بالكول، درت كول هذاك كورغولي. وهنا نطوي باش نخدمو الاكمام، نطوي القماش على 4 بهذا الشكل ونجو نحاولو باش نفس القياس اللي درناه في الكم نديروه هنا في الاكمام. الطول نعبرو من ديك 8 سنتيمتر الثانية ماشي تاع الكتف، يعني من فما يبدا الكتف تاعنا، الطول تاع الذراع تاع بنتك ديريه من 8 الثانية، يعني بداي تعبري ويعني وزيدي حق الكرباطة اللي حنا نديروها، طول تاع الكرباطة كيما تحبي تعرضيه ولا يعني تسخريه كيما تحبي. هنا درنا العرض 12 سنتيمتر تاع المعصم كاين عريض، ومن بعد نديرو الكرباطة يعني حنضبطو ونقصو بشكل مائل كيما راكم تشوفو حتى الفوق، هذا هو الشكل تاع الأكمام تاعنا. من بعد نجيبو هذيك القطعة، قطعة من القماش هذاك المتبقي ونديروه، أنا قماش قلتلكم إلاستيك، هنا نحاولو نسوو القماش تاعنا ونشوفو واش يعني أنا راني حنخدم بهذه القماش، يعني 3 سنتيمتر حاول فصل على حساب القماش اللي عندي، ولكن عندك اكثر يعني تتحكمي في ال. هنا درت 12 سنتيمتر والعرض تاع 8 سنتيمتر تاع هذه الكرباطة، حنخدمها كيما هكذا نقطوها على 2 وحن يعني نجبدو هذه القطعة تاع الصغيرة هذيك مع القطعة تاع الكم، يعني على حساب العرض هذاك تاع الكم من المعصم باش تخرج لنا يعني أكمام جميلة. وهنا عندنا
هذيك الكرباط اللي حنديروها يعني من الأسفل هكذا، نحاولوا نديرها صغيرة على المقاس تاع العرض تاع التريكو تاعنا هكذا، وحنا نقصوها ونطوها على اثنين. من بعد تشوفوا كيفاش خيطناها، المهم تكون ناقصة على المقاس تاع التريكو. نسوي كامل القماش تاعنا نطوي هكذا على اثنين. شوفوا العرض تاعو والطول تاعو، العرض تاعو 10 سنتيمتر، لكن عندك القماش اكثر تقدري تكبري كذا 12 سنتيمتر، والطول مطوي على 2 38 سنتيمتر. حبيتي تزيدي يعني تكيه اكثر نقصي في هذا العرض، ديري 36 ولا 35 يعني كما تحبي. هاي هنايا جينا يعني متكك من الاسفل، هنا نجو نديرو واحد الطريقة يعني لافينيسيو فقط، نعطي لها إضافة للتريكو لها جمال. نهبطو بستة سنتيمتر من جهة الرقبة من الكتف إلى الأسفل، نديرو 6 سنتيمتر، ومن جهة الكتف كذلك نديرو 6 سنتيمتر، ونهبطو بهذا الخط المائل. مش ديروا لايك، ديروا لي لايك وبارطاجوا لي الفيديو حبيباتي باش تعم الفائده. بارطاجوا الفيديو في لي جروب في الفيسبوك في الانستغرام يعني باش تطلع تكبر القناه وتستفادوا كامل. وهنا عندنا قطعه تاع قماش قصيناها على اثنين، حنخرج يعني نخرجوا منها زوج قطع اللي حنخدموا بهم هنا عند الكتف. حوالي العرض تاعهم 8 سنتيمتر، كملوا قصوا هنا تاع الكتف، الرقبة زيدوا نفتحوا فيها واحد سنتيم، نهبطوا 1 سنتيم. الآن حتقصنا من الخياطة بالخياطة كذا، نديرو شويه كبير باش نقدرو يعني ما يجيناش صغير على الرقبه، نديرو كبير من بعد يعني من بعد ما نخيطوه نسووه بهذا الشكل ونخيطوه بكينه ونديرو ازرار بهذا الشكل لهنايا كديكور فقط، يعني يخرج لكم كيما اللي يتباعوا يعني تخيطي بسهوله. وهنا الكول عندنا الكول كذلك نديرو له الكول، الكول حسب ما يعني دوك نفصله بعد ما خيط. شوفوا هنايا هاي خيطها، نعاود نسوي هذاك الزياده نقصها بهذا الشكل، اي زياده نقصوها يعني هنا تريكو هذا بنصف متر تخرجي تريكو ما شاء الله، يعني مش حس حق عملك بزاف. لاكوت هذه تدير 65-75 هكذا للمتر، تشري نصف متر يعني مش حس حق عملك بزاف، تخيطي تريكو ما شاء الله يعني تخرجها. وهذا التريكو للأولاد والبنات، يعني تقدروا يلبسوه الأولاد ويقدروا يلبسوه البنات. هنا الكول درنا فيه 32 سنتيمتر، أما العرض فيه 14 سنتيمتر، كورولي هذا 32 على 14، ونلاقوه نخيطوه بهذا الشكل. بعد نطوه من بعد خيطوه في الرقبة مع بعض هكذا. هاي بعد ما لقيت الكتف كما ركتوا في الخلف والأمام، هاي هنا الدوران تاع الرقبة الخلفية والأمامية، هنا خيط هذاك الكرغولي. من بعد نحدد المنطقة.
المنتصف تاعو تاع الخياطه هذيك يكون في المنتصف تاع الخلف بهذا الشكل. نحدو المنتصف تاع الخلف تاعنا بهذا الشكل ونحكمو هكذا ندور كامل. نجيب لي زيبانكل هكذا ونحكمو ندور كامل على الرقبه ونجبدو. كي تكونوا تخيطوا هنا ملاحظه فقط، كي تكونوا تخيطوا تجبدوا كامل يعني الماكسيموم باش كي يدخل في راسه ما يطرطقش الخياطه، يعني تجبدوا وخيطوا قطعتين مع بعض. وانا بعد ما خيطوا الرقبه نروحوا هنايا نقصوا واحد الواحد سنتيمتر، لانه احنا نقصنا حق خياطه من الفوق يعني نقصت لنا على الخلف. نسوها فقط هكذا ومن جهة في الأسفل كذلك نقصوا هذيك الواحد سنتيمتر هكا ونتحصلوا على الخلف والأمام بنفس المقاس. وهنا نجيبوا القطعة تاع القماش اللي فصلناها تاع الأكمام هكذا ونخيطوها معها. نزيدوا لها الكرباطة كذلك نخيطوها بعد ما نغلقوا كامل التريكو باش نلصقوا هذيك الكرباطة تاع الأكمام. هاي هنايا بعد ما لقيت خيطتها للجهه مازال مخيطتهاش باش نوريكم فقط، هنا نخيطوها حتى الاسفل يعني نلاقوا القطعتين مع بعض. هاي هنا لقيتها مازال ما سرجتهاش، هنا خيطتها ونقلبها. تحبوا تكبروا الكرباطه هذه تكبروها، يعني مكانش القماش عندي مبقاليش يعني جاتني بهذا المقاس، يعني من الأحسن تكبروها ديروا فيها ندت فيها 8 سنتيمتر ديروا فيها 10 ولا حتى 12 سنتيمتر. ونبداو نجبدوا في الخياطة ونكسدوا هذيك حسب الدوران تاع الأكمام. نجيو للأسفل ونلاقوا القطعة هذه تاع يعني التريكو من الأسفل، نلاقوها ونخيطوها هكذا يعني تكون مطوية كل ملاقية، نخيطوها كامل على هذاك الدوران ونبداو نتجبدو في هذيك القطعة. نتجبدوها على حساب العرض تاع التريكو بهذا الشكل، نخيطها ونرجع لكم تشوفوها. هاي بعد ما خيطناها شوفوا التريكو كيفاش خرج لنا، شوفوا هنايا كيفاش جات تتكسل ما شاء الله. ها الكمام هاي الكول تاعنا ثاني خرج ما شاء الله، هنا الكرباطة تاع الأسفل كذلك يعني خرج كيما اللي يتباعوا. هنا كنت حابه ندير قلت لكم جبت هذا الكردو، كنت حابه ندير يعني كلمونه القب لكن ما كفانيش القماش، اخترت اني ندير غير الكول. وهنا نديروا هذو الازرار كديكور، الا كان والد ديري له ازرار في الاسود ولا يعني ازرار يكونوا رجاليين ديريهم له، ولا كان بنت ديري لها اي ازرار يكون عندك. هنا نحكمهم بالبيستول، يبقى نحكم فقط الوسط يعني ندير لهم نقطة ونقطة تاع هذاك الكولا. من بعد ما يثبتوا لي نحكمهم بالإبرة والخيط، نحكموا يعني مسافة نفسها هكذا. وانا يعني تحصلوا على تريكو رائع، تقدروا تخيطوه للاولاد والبنات. لا كولير تاع لا كوت هذه راهي متوفره يعني الجري الاسود في كامل لي كولير، كولير اللي تحبوه ديروه. هنا جبت الابره والخيط ونبدا نخيط في هذو يعني باش يتثبتوا وما يعني ما يتنحوناش مع الغسيل. لا كوت فيها انواع والخطوط تاعها يعني فيها انواع، كاين كاليتي كاين يعني كيما تحبي على حساب الدراهم، يعني كل ما غلات كل ما يكون كاليتي تاعها مليحه. هذا هو النهايه تاع اللي عجبكم الفيديو خلوا لي تعليق حلو من عندكم شجعوني. شوفوا هنا لاجيب هذه ثاني خيطتها لكم مع لاسيغ تاعها، الى حبيتو نديرها لكم خلوا لي في التعليقات حبيبتي والسلام عليكم.